مسيرة نضال حزب وطني ديمقراطي تقدمي. حزب تقدم الاشتراكية يعقد اليوم مؤتمره الوطني 11 في هذه الأجواء السياسية وهذه الأجواء الاحتفالية التي تجعل أن هناك حشود من المناضلات والمناضلين والمؤتمرات والمؤتمرين، لكن كذلك حضور وازن للأطياف السياسية المختلفة والحكومية والفضاءات المختلفة الوطنية، مما يدل على أهمية حزب التقدم الاشتراكية في الساحة الوطنية. شعار هذا المؤتمر البديل الديمقراطي التقدمي، لأننا نعتبر أننا في أمس الحاجة اليوم إلى هذا البديل الديمقراطي التقدمي لمواجهة، ونقول ذلك من موقع المعارضة، لمواجهة التحديات المطروحة على الساحة الوطنية، سواء منها الوطنية أو الديمقراطية أو السياسية، ولكن كذلك الاجتماعية، لأن فئات اجتماعية كثيرة تئن اليوم، وبالتالي علينا أن نكون كحزب أداة تراجع ذاتها، تراجع أدائها، وهو الغرض كذلك من هذا المؤتمر، من أجل أن تكون في خدمة فئات واسعة من شعبنا. كل شيء تعرف هذه العلاقة ديالنا حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم الاشتراكية وعبد الإله بن كيران ونبيل بن عبد الله، هي صداقة قديمة الحقيقة، ولكن بغض النظر على الصداقة القديمة كانت جمعت بيناتنا فرصة العمل في حكومة واحدة، يعني من 2011 ل 2017 معايا، وثم بعد ذلك مع الدكتور سعد الدين العثماني على الى نصف المرحله. نشأت بيناتنا علاقه ديال الثقه، ديال الوفاء، وديال الصداقه التي تكاد تصل الى الاخوه، وهذاك الشيء باقي الحمد لله الى حد الان. المجالات الاخرى نتفقوا في جزء كبير جدا، ونختلف في بعض القضايا التي لها يعني صله بمرجعياتنا الفكريه، ولكن هذا لا يفسد للود قضيه. ولو كانت تكون العلاقات ديال الاحزاب السياسيه كلها من جنس العلاقات اللي بين العداله والتنميه والتقدم الاشتراكي، واللي كيتعجبوا فيها الناس اللي كيعرفوها في العالم بما في ذلك في العالم العربي، تيقولوا كيفاش هذا الحزب عنده مرجعيه اسلاميه وكتربطوا هذه العلاقات مع حزب اللي هو في الاصل هو الحزب الشيوعي المغربي، ولكن اللي كيعرف المغاربه على حقيقتهم غيجي هذا الشيء عادي وطبيعي. المغاربه في النهايه خوت، اسره واحده، والاب ديالهم هو جلالة الملك. السلام عليكم. هذه محطه تنظيميه مهمه، لماذا؟ لاننا في امس الحاجه الى الاحزاب الجاده والى اعاده تقويه الحقل السياسي المغربي بالاحزاب المناضله الجاده، وليس اننا نخليو يبقى غادي داك المنحه ديال التكنوقراط اللي هما اليوم يتسيدون على المشهد السياسي، واللي ملي تنشوفوا السياسات اللي كتوضع واخا في عز هذه الازمه اللي كتعرفها بلادنا، يعني كياخذوا غير يعني الاسبقيه للتوازنات الماليه، وانهم يخضعون للتوصيات ديال المؤسسات الماليه، في حين في هذا الزمن نحن في حاجه الى سياسه للتوزيع العادل للثروات. نحن في امس الحاجه الى البناء الديمقراطي في بلادنا باش يمكن لنا نمنعوا بلادنا ضد كل الاخطار المحدقه بها، ونحافظوا على الثروات ديالنا، ونحافظوا على امكانيه النهوض بالبلاد ديالنا اللي بالمناسبه ما يمكن لها تنهض الا بالمداخل اليساريه، يعني التعليم العمومي الجيد والجامعه العموميه والبحث العلمي والصحه العموميه. واليوم تنشوفوا حتى المشاريع اللي جاتها الحكومه راها يعني كيتكلموا على الورش ديال الدوله الاجتماعيه والحمايه الاجتماعيه، ولكن تاكدوا على الدور المحوري ديال الخاص. حنا بغينا اليوم النهوض بالمدرسه العموميه والجامعه العموميه، بغينا النهوض بالصحه العموميه باش يمكن المغاربه يعيشوا بكرامه ويكون الافق مفتوح امام الشباب بالنسبه للشغل. ولهذا كنحييوا هذه المحطه النضاليه التنظيميه ديال حزب التقدم الاشتراكيه، وكنتمنوا لهم النجاح والتوفيق في المؤتمر ديالهم. وكنتمنى